السلام عليكم، معكم فنان شعبي عبد الله الداودي. انا جيت فرحان اليوم انني متواجد في هذا الحفل البهيج هذا اللي نظمته جمعيه اباء واصدقاء اطفال معاقين ذهنيا مدينه الدار البيضاء بشراكه مع مخيم لاله مريم. كما شفتوا الاجواء كانت اجواء كتحس براسك بحال في الدار. هاد الوليدات هذوك تيحبونا وحنا ماشي تنحبوهم شي حاجه اكثر ما تنحبوهم، جينا نشطنا معهم، حسينا براسنا اننا وسط الاهل ديالنا وسط الخوص ديالنا وسط العائله. كما شفتوا اجواء زوينه والله يكمل بالخير وان شاء الله نشوفهم ان شاء الله المره الجايه. هذاك الاستقبال انا كنسميه دائما استقبال البراءه. هذوك الناس كيعطوك داك الحب ديالهم الصادق كيخبيوش عليك، كيعطيو لك داك الحب تيقدموه لك. وكيما شفتوا استقبلونا واحد الاستقبال اللي صراحه الله يخليهم الله يطول عمرهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.